من الفنانين المشاركين بملتقى سوريا جسر المحبة والمكرمين أيضا الفنان التشكيلي بسام الحجري، كان له خط خاص بالفن التشكيلي، تحدى الظروف بريشته الفنية رغم كل الظروف اللي يعني عم نعيشها. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا أهلا. يعني من التقرير مشاركتك على أرض الوطن بالرغم من أنك شاركت بكثير معارض عالمية بأوقات يمكن حرجة مرت فيها بلدك، اليوم خبرنا أول شيء عن شعورك، هل بيختلف الشعور أنك مشارك بمعرض محلي عن المعارض العالمية؟ هلا يسعد صباحكم صباح المشاهدين جميع. يعني هي الواقع أول شيء الفكرة أنه كنت تعملي رسم لايف وبمكان فيه التاريخ كله، تاريخ سوريا وحضارتك، فما فيك تنقلي انت التاريخ او تكوني متواجده وتعتبري حالك منقوصه الثقافي والادراك والابداع للتطور عبر الاف السنين كونك ابن حضاره 7000 سنه، فلازم تقدمي عمل مسؤول، عمل انه يليق ببلدك يليق باسمك. فكانت كثير صعبه اول لحظه انك حتى تقدري تاخذي تصور تنقلي من الماضي تربطي بينه وبين الحاضر كونك انت محطوطه في واقع. هذا الواقع انت هلا ما جاي لتشتغلي مشاعرك الذاتيه، مش انه جاي انت لحتى تقولي انا ابن حمورابي، انا ابن سوريا. هي لانه هون مسؤوليه تجاه العالم. فهذا الشيء حطني بحالي انه نطور اللون اكثر، يكون اللون حقيقي، يكون لون من المكان، يكون لون حامل زمن. وانا بشتغل باسلوب الحركه بالسكينه بضربه الفرشاي بين الحلم والحقيقه، بحب الروح الواعي باللوحه، بحب على طول الشيفره ان تكون لوحتي مبطنه، اخذت شويه من هالجو العام هذا. بس يمكن الفنان اكثر مثل ما قلت يعني هون بعيدا عن المشاعر عم تنقل انت الواقع والحضاره والتاريخ، وسوريا جسر المحبه، انتم الجسر اللي عم توصلوا يمكن الاجيال بعضها من خلال هي اللوحه الفنيه، الفنان يمكن قادر اكثر بريشته يعبر من خلال اللون بمشاعره، يعني الفنان قادر، الشاعر بيعبر بكلمته، انت بتعبر من خلال اللون والريشه. لما اقول انا عن حضارة صار لها 7000 سنة وانت اساسا نحن بأزمة عم نعيشها لانه نحن اولاد حضارة، وهي الحضارة عم يحاول بعض الاعداد ياخذوا صوبهم. يعني الملاحظ هلا انه اذا بيجي الايطالي بيرسم او هلا بيشتغل فهو يعني تاريخه ومطور تاريخه، فما في فجوة زمنية. صحيح. نحن عندنا هون كل هالدنيا تجمعت لانه ينهار المستوى الثقافي والنسب الثقافي تبعنا، واحرار العالم اللي هن السوريين، يعني على مستوى العالم السوريين مبدعين بالفن التشكيلي، وهذا اهم كنز وطني هو الفن التشكيلي السوري بالعالم. يعني ما شفت فنان سوري بالعالم الا اسمائهم كبيره وشغلنا، وهذا الجميل حضرتك يعني ابرز معارضك كانت خلال الازمه خارج الوطن. هي المشكله نحن ما منتبهين لها، بس هن عم يحاربونا ليطفوا هذا الجين السوري. فلما تجي انت على المتحف هون بتشوفي انه كان في جسر المحبه، يعني كان في انه هاي رساله محبه نحن بدنا نقدمها للعالم من خلال الفن. لا انا عندكم شيء، ونحن التاريخ لنا والنسب لنا، ونحن اللي شرعنا للبشريه. خاصه انه الفن يمكن رساله استاذ، يعني هلا انت كمان كان في فكره نص مترجم على احد اللوحات. أيوة. اللي عرضتها، شو كانت الفكره من النص المترجم والهدف منه؟ هي يعني هون هذا النص انه نحن تسلسل حضاري لا حامورابي. نحن التمثال ولا الرومان ولا الإسلام ولا أي شعوب مرقت على هذه الأرض هي قدمت رسائل محبة للعالم جميع، قدمت جسر ليوصل ثقافات الناس معنا. فما فيك تقصينا من المشهد الثقافي حتى لو دمر من المعالم المشهد الأثرية. الأممي عم تقصينا من المشهد السياسي، عم تقصينا من كل مشهد، بس هذا المشهد يستحيل تقدر تقصي الفنان السوري. يمكن هيدا اللي كان عم يترجمه المعرض اللي قمتوا فيه، يعني لو تم تدمير المعالم الثقافية الأثرية اللي هي بتدل على حضارة عمرها آلاف السنين، نوعا ما عم يتم توثيق هيدا الشيء فنيا لنشره للخارج. انتم كفنانين اليوم وحضرتك شاركت بمعارض خارجية خلال الأزمة، بال 2016 كان لك معرض بدبي، معرض بدبي اسمه رسائل كونية. هي رسائل الكون بيجي للمختار بيقول له انت ماذا
ترى في هذا العالم الحزين. فهون الفكرة أنه هذا السوري هو مختار الفن في العالم، فما فيكم تقصوني. فهي الرسائل اللي عم نوجهها انه من خلال المعارض، من خلال الهوية السورية، انه هاي الهوية نحن عم نحاول نعمل ترابط بينها. يوم تكوني بمكان مثل المتحف الوطني فانت يعني عم تقفي بمكان مسؤولي هلا انك تكوني قادرة انك تأكدي هاي الفكرة. اذا ما تعملي عمل غير ملتزم او انك بس ترسمي عمل، هلا في ناس نحن دعمنا الشباب اللي طالعين على الفن لحتى يقدروا يصير تواصل بيننا وبينهم كمان، لحتى نقدر نعطيهم شويه من تجربنا من خبرتنا بالتكنيك، وبس بنفس الوقت بضل هي الفكر الانساني، السوري الانسان. فهذا نحن عم ندور عليه، ان سوري الانسان هذا انسان متطور جينيا. ليش هو نجح بالمانيا؟ ليش هو نجح بفرنسا؟ ليش هو كل العالم عم بيجيبوا لعنده؟ ان شاء الله نحن مفكرين انه بس لحتى ام الحنون، ما في ام حنون بالعالم. اكيد في شيء اسمه جين، الجين هذا رح يطور له المستوى الثقافي تبعهم، والعالم الرقمي الجاي جديد فهو معتمد على هذا الجين السوري. اكيد يا رب. فشرفني يكون سوري يعني. اكيد يمكن احلى جمله هي بنقولها بنفتخر فيها. خلينا نحكي شوي انه انت بتنتمي للمدرسة الواقعية السريالية الحديثة حتى بطريقة الرسم. بس بدي أسألك، هلأ دائما الرسومات ممكن تعكس واقع عم نعيشه أو واقع عم نحلم أنه نعيشه، فأنت من أي مجال بتحب؟ هلأ أنا إذا عندي سيارة بركب السيارة وبسوقها، إذا ما عندي سيارة شو بسوي؟ روح مشي. هي نفس الشيء الحالي، هي حالي أنه أنت يوم تكوني عم ترسمي، فالرسم علم جميل جدا وبينقل الواقع للحياة. يوم تكون انت بدك تجي تعملي فن، فانت عم تروحي على مشهد ثاني، عم تروحي على حياة ثاني، انت ما بتعرفي وين ممكن توصلك هاللوحة، وين ممكن تاخذك. فهي بدها ثقافة ثانية غير ثقافة الرسم، غير ثقافة العقل والمنطق. فنحن انا ماني جاي اعمل عمل منطقي، لما بجي انا باخذ انطباع عن شكلك وبرسمه أنا، فبجوز طلع فيك صفات من الهالة تبعك، من الحضور تبعك. بس لما بدي أجي أرسم كحالة منطقية فمضطر أنا ألتزم بجماليات المكان. فعطول أنا اللي طارح التيار هذا بعد الأزمة، إنه هالواقعية السريالية الحديثة سريال وآرت، فهي بين السريالية وبين الواقعية، لأنه هذا الواقع غير منطقي. يعني لما بيكون الصحن معلق بالهواء ومربوط بخيط باللوحة بيزبط معي، أو الصحن محطوط على ريشي أو على قلم باللوحة بيزبط معي، بس بالواقع ما بيزبط. فأدا هون الفرق أنه اللوحة إلى قانون تاني وإلى عالم تاني، ومتجردة من الجاذبية، متجردة من الظلم، متجردة من كل القوانين، من جميع الظروف الحالية نوعا ما. الفنان ووعيه. طيب بالختام خلينا نحكي كلمة أخيرة. طبعاً. اليوم قديش فعلا قادرين أنتوا الفنانين التشكيليين فعلا تتحدى الظروف وتقدم رسالة خارج الوطن لتعطي صورة جميلة عن بلدك؟ هلا أنا كنت أبحث دائما عن الهوية السورية، أتمنى من سيادة الرئيس الله يطول عمره كل عام بخير وناس بعيد ميلاده، أن يكون في متحف الفن السوري الحديث وبورصة الفن السوري في العالم، لأنه هذا هو عندنا موروث حضاري وعندنا كنز السوري والفن، فن التشكيل والإبداع السوري. فإذا كان في متحف للفن السوري الحديث بيقدر من خلاله أي فنان يدعم الفنان السوري، نروج لوحتنا بالعالم، يكون اللوحة موثقة في بورصة فنية لهي، كل دول العالم مستعدة تدعم هذه المشاريع هاي. فبتمنى كل الخير لهالبلد، وبتمنى السلام يكون والمحبة ترافقنا جميع. أكيد، ونحن منضم صوتنا لصوتك أستاذ بسام، وأكيد بنقول يعني أنتم سفراء سوريا لكل العالم برسائل المحبة. إن شاء الله يا رب هيك تضلوا بألف خير وتتألقوا أكثر بالمعارض العربية والعالمية. شكرا لوجودك معنا. نتشكرك الفنان التشكيلي بسام الحجري على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك القادمة، وإن شاء الله هيك يا رب نشوف أهم المعارض بأهم بلدان العالم. بحضرتك شكرا كثير لك.